اهلا بيكم في فيلم جديد. قبل ما نبدا يا ريت لو انت الفا جديد في القناه لايك واشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اللي جايه. يلا بينا نبدا. بيبدا فيلمنا النهارده مع شاب اسمه لايت اللي بيكون طالب في المدرسه وكان متفوق جدا في دراسته لدرجه ان هو كان بيبيع الواجبات المدرسيه واسئله الامتحان لباقي الطلاب. وبنعرف انه معجب بصديقته ميا. واثناء ما هو قاعد في ملعب المدرسه فجاه بتحصل عاصفه شديده وبيقع عليه كتاب من السماء وكان مكتوب عليه مذكره الموت. وبعدها الدنيا بتمطر فبياخد الكتاب معاه وبيروح وبيشوف صديقته ميا بتتعرض للتنمر من شاب اسمه كيني فبيروح علشان يدافع عنها. وبالفعل بدا ان هو يستهزئ بكيني لانه فاشل وعاد السنه اكتر من مره فبيتعصب عليه كيني وبيضربه ويخليه يفقد الوعي. وبعدها بتيجي مديره المدرسه وبتشوف لايت وهو واقع على الارض وجنب منه مجموعه من الواجبات والاسئله اللي كان بيبيعها لزمايله. وبعدها بداوا في التحقيق معاه وفي الاخر اتعاقب ان هو يفضل اسبوع محجوز جوه المدرسه. واثناء ما هو في الحجز فتح الكتاب اللي وقع عليه علشان يعرف ايه قصته بالظبط. واول ما فتح الكتاب لقى فيه مجموعه من القوانين واول قانون هو ان اي شخص هيتكتب اسمه جوه الكتاب ده هيموت في الحال، بس لازم الشخص اللي يكتب الاسم يكون متذكر شكل صاحب الاسم بالظبط. وبيفضل لايت يقرا في باقي القوانين لغايه ما بتقطع الكهرباء فجاه. وبعدها بيسمع صوت غريب فبيروح ناحيته وبعدها بيلاقي كائن غريب وشكله مرعب جدا فبيتصدم لايت من شكل الكائن. ومن كتر الخوف بيحاول ان هو يهرب من المكان بسرعه لكن في الوقت ده بتقع تفاحه ناحيه الكائن المرعب فبياكلها الكائن علشان يهدي الامور مع لايت اللي بيتفاجئ بوجود الكائن ورا منه وبيقول له اعتبر كل اللي شفته مجرد حلم وانت الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه. وهنا بيسمع لايت صوت بنت بتطلب المساعده ولما بيبص من الشباك بيلاقيها صديقته ميا وكانت بتصوت علشان كيني كان بيضربها. وبعدها الكائن بيقول للايت انه يقدر يكتب اسم كيني في الكتاب ويتحكم في طريقه موته بنفسه فبيروح لايت بالفعل علشان يجرب وكتب اسم كيني في الكتاب وكتب كمان طريقه الموت ان كيني راسه تتقطع. وبعدها بيرجع يراقب اللي هيحصل لكيني وبالفعل بيحصل حادث كبير على الطريق وبتيجي عربيه شايله سلم وبتخبط في عربيه قدامها علشان السلم يطير ويقطع رقبه كيني زي ما انكتب في الكتاب بالظبط. وبعدها الكائن بيقول للايت انه بقى يتحكم في قوه عظيمه جدا من خلال الكتاب اللي معاه ولازم ان هو يستغل القوه دي وانه لو مش عايز الكتاب يقدر يسيبه في اي مكان وينسى اللي حصل. وبعدها بيختفي الكائن وبيروح لايت البيت وبيتكلم مع ابوه جيمس اللي بيشتغل محقق وبيتكلموا عن زعيم عصابه اسمه انتوني واللي كان السبب في موت ام لايت. ولان انتوني نفوذ كبيره وعنده فلوس كتير طلع منها زي الشعره من العجين بالرغم من ان ابو لايت كان متكلف بالتحقيق في القضيه. وبعد كده بيروح لايت لغرفته ومعاه تفاحه وبدا يقرا في مذكره الموت وبيعرف ان كل صفحه في الكتاب بتتحكم في الموت بطريقه معينه واي حد يقدر يكتب في المذكره وحارس المذكره بس هو اللي مسموح له انها تفضل معاه وبتفضل معاه لمده 7 ايام. وبعد ال7 ايام دي بتختفي المذكره وبتدور على حارس جديد. وبيلاحظ لايت ان في صفحه مكتوب فيها محدش يثق في الكائن ده وفجاه بيسمع صوت جاي من ورا فبيعرف على طول ان هو الكائن ورجع مره تانية فراح علشان يديله تفاحه والكائن اكلها وكالعاده بيكون واقف وراه. فبيروح يساله لايت عن الحاجات اللي يقدر يعملها من خلال مذكره الموت وعن الطرق الصحيحه اللي يقدر يستخدم القوه الجباره اللي بين ايديه. فبيقول له الكائن ان المذكره تقدر تتحكم باخر لحظات الانسان ولازم تكون طريقه موته واقعيه علشان تتنفذ. وبيقول له كمان ان حارس المذكره القديم مات وعلشان كده فضلت ادور على حارس مناسب لغايه ما لقيتك. هنا بيقرر لايت ان هو ينتقم من الشخص اللي قتل امه على طريقته الخاصه وبيروح لايت على ملفات التحقيق بتاع ابوه وبيكتب اسم انتوني وطريقه الموت كمان في المذكره. في الوقت ده انتوني بيكون سهران مع اصحابه في مطعم وفجاه حد من عمال المطعم بيقع على انتوني فالسكينه اللي بياكل بيها بتتغرس في رقبته وبيموت انتوني على طول. وبتوصل اخبار موت انتوني لجيمس فبيروح علشان يبلغ لايت وبيكون فرحان جدا باللي حصل. وبعدها بنشوف الكائن الغريب بيضحك ومبسوط لانه اخيرا لقى حارس جديد للمذكره. وبعدها بيروح لايت للمدرسه وبيفضل يكمل قرايه في مذكره الموت. وبتيجي صديقته ميا وبتحكي له عن موت كيني وبتسال لايت اذا كان زعلان عليه ولا لا. في الوقت ده بتلاحظ ميا المذكره في ايد لايت فبتساله عليها فبيضطر لايت ان هو يقول لها حقيقه المذكره اللي معاه. وبعدها بيديها المذكره علشان تشوف الكائن وتصدق كلامه. وبالفعل بيظهر الكائن لكن بيقول للايت ان محدش يقدر يشوفه غير حارس المذكره بس. وبعد كده بيفتح اللاب بتاعه وبيدور على البث الخاص بالشرطه وبيشوف ان الشرطه محاصره مجرم عنده رهاين وبيهدد بقتلهم. وبعدها بيطلع المجرم لرجال الشرطه وبيديهم التحيه وفجاه بتيجي عربيه الشرطه وبتقتله. وهنا لايت بيفتح المذكره وبيوريها لميا وبتشوف ميا كل اللي حصل للمجرم اللي قتلته الشرطه مكتوب بالحرف في المذكره وبتتاكد من كلام لايت وبتقتنع بيها اخيرا. فبيقرروا انهم يعاقبوا كل الناس اللي عملت جرائم وهربوا من القضاء. وقدر لايت ان هو ينتقم من كل الاشخاص اللي بتعذب الناس وهم محميين في سلطتهم ونفوذهم. وبعدها بيقول لايت لميا ان لازم العالم يعرفه حتى لو باسم مستعار فبيختار اسم كيرا. وبالفعل اتحققت امنيه لايت واسم كيرا اتشهر حوالين العالم بسرعه كبيره جدا وقدر لايت يتحكم بالضحايا ويخليهم يكتبوا اسم
شاكيرا قبل ما يموتوا، وكمان قتل 6 مدنيين محكوم عليهم بالاعدام، وفجر كمان ارهابي وسط جماعته. وبعدها بتقوم مظاهرات كتير حول العالم لدعم كيرا، ووصفوه بالمنقذ الاخير. في الوقت ده بيقل عدد الجرائم في كل انحاء العالم ما عدا المجرمين اللي بيسلموا نفسهم بسبب الخوف من كيرا. وبعدها بتحصل مجزره بين اكبر عصابتين في طوكيو، وسببها طبعا بيكون كيرا. والشرطه بدات انها تستدعي المحقق اللي بسهوله قدر ان هو يستنتج ان كيرا يا اما شرطي او له علاقه بالشرطه. وهنا بيستلم جيمس قضيه كيرا لانه الوحيد اللي شايف ان كيرا ده قاتل ويستحق ان هو يتحاكم كمان. وبيوصل جيمس لمكتبه فبيلاقي اصدقائه اللي كانوا بيدعموا كيرا وشايفين ان هو بطل خارق، وبيقابل مساعد آل وبياخد يوريه التحقيق اللي عمله جيمس. وقال بيقول لجيمس ان هو من افضل محققين الشرطه، وبيقول له كمان ان اول ضحايا كيرا الشخص اللي كان عنده رهائن وانه مات بتصرف غريب جدا. والشرطه كانت مفكره ان هو عمل كده لانه بيتعاطى المخدرات، لكن لما عملوا له تحاليل طلعت سليمه وما فيهاش اي حاجه. وبعدها بيطلع الف مؤتمر صحفي وبيقول ان كيرا ما يقدرش يقتل حد الا لو كان عارف اسمه وشكله. وجيمس بيرجع للبيت وكان في انتظاره لايت اللي عايز ياخد من ابوه بعض المعلومات والتفاصيل عن آل علشان يقدر يقتله، لكن ابوه مش بيديله المعلومات اللي كان محتاجها. وتاني يوم بيقرر قال انه يراقب كل عائلات الشرطه لانه عنده شك ان كيرا واحد من عائلات الشرطه، وبيعرف لايت ان هو متراقب. فبيروح يقابل ميا وبيطلب منها انهم يقللوا من استخدام المذكره اليومين دول، لكن ميا بتقول له ان لازم يوصل لاسماء واشكال رجال الشرطه اللي بيراقبوه علشان يقتلهم كلهم ويبقى تحذير ليهم علشان محدش يفكر ان هو يراقب كيرا. فبيزعل لايت جدا من كلامها وبيقول لها ان هو مش مجرم وانه بس مجرد شخص عايز يطبق العدل. وتاني يوم بيصحى لايت على اخبار انتحار 12 شخص من رجال الشرطة اللي رموا نفسهم من فوق مبنى عالي، وبتصدم جدا لانه اصلا ما كتبش اسمائهم في المذكرة، وكان فاكر ان الكائن هو اللي كتب اسمائهم وخلاهم ينتحروا. وبيروح للكائن وبيهدده ان هو هيقتله وهيكتب اسمه في المذكرة، لكن الكائن ما بيهتمش بكلام لايت وقال له ان الحارس اللي قبله كان عايز يقتله وحاول يكتب اسمه في المذكرة لكنه مات قبل ما يكمل الاسم. وجيمس بيطلع هو كمان في مؤتمر صحفي وبيهدد فيه كيرا وبيقول له ان هو لو مات هيجي محقق غيره ويكمل القضية برضه. وبيقول لايت ومية بيتفرجوا عليه، فبتقرر مية انها تكتب اسم جيمس في المذكرة، لكن بيتعصب عليها لايت لانها بتحاول تقتل ابوه. وبالليل بيروح المحقق قال لجيمس وعرف ان كيرا هو لايت لانه ما قدرش يقتل ابوه. وهنا قال بيقابل لايت وبيسأله اذا كان قرار العفو عن ابوه صعب ولا سهل، وانه كان متأكد ان هو كيرا بس كان مستنى اي دليل علشان يقبض عليه. وبيرجع لايت للبيت وبيلاقي مية مستنياه وبتطلب منه انه يسامحها بعد ما حاولت تقتل ابوه، وبيسامحها لايت بالفعل وبيقول لها ان هو بيفكر يقتل آل بعد ما يعرف اسمه لانه شاف وشه الحقيقي ومش فاضل بس غير ان هو يعرف اسمه، وان اللي هيساعده في معرفه اسم آل هو المساعد بتاعه. وبيفتح لايت المذكره وبيكتب فيها ان المساعد بتاع آل يتصل بلايت ويقول له اسمه الحقيقي لان اسم آل ده اسم مستعار. وكتب كمان ان آل هيموت في تاريخ 12 اكتوبر الساعه 7. وفي الوقت ده بيرن تليفون لايت والمتصل هو المساعد بتاع آل وبيقول له ان صحيح من تلامذة المحقق آل وتعلم منه كتير جدا لكن محدش يعرف اسمه الحقيقي. فبيطلب منه لايت ان هو يسافر لبلد آل الام علشان يعرف اسمه الحقيقي، وبيطلب منه كمان ان هو يجيب له الاسم قبل 12 اكتوبر. وتاني يوم بيسافر للمساعد بدون علم آل اللي دور على المساعد بتاعه في كل مكان لكن بدون فايده. فبيفتكر المحقق آل ان كيرا قتل تيري المساعد بتاعه، فبيروح لبيت لايت وبيهدده وبيقول له ان لو تيري حصلت له حاجه هقتلك انت وصديقتك. وبعدها بيجي جيمس وبيهجم على آل علشان يدافع عن ابنه، وبتيجي الشرطه وبتفتش بيت لايت على امل انهم يلاقوا المذكره لكن برضه بدون فايده وما لقوش حاجه خالص. وتاني يوم بيروح لايت للمدرسة وبيقول لمية ان هو ملقاش المذكرة في البيت، فبتكتب له رسالة في القبعة وبتعرفه انها اخدتها وخبتها معاها لما عرفت ان الشرطة هتفتش البيت. وبعدها بيكون وصل تيري للمكان اللي انولد فيه المحقق آل، وقعد يدور في ملفات واوراق قديمة في محاولة منه ان هو يعرف اسم آل الحقيقي. وهنا بنعرف ان لايت كتب اسم المساعد في المذكرة ولازم علشان ما يموتش انه يقطع الورقة ويحرقها، وبكده مش هيموت. واي شخص بينكتب اسمه في المذكرة وبتحرق الورقة اللي فيها الاسم ما بيموتش. وفضل لايت يدور على الورقة لكن للاسف ما لقاهاش، فبيتصل على المساعد علشان يحذره ان هو يخرج من المكان اللي هو فيه بسرعه، لكن للاسف دخلت الشرطه وقتلت تيري. وبيتعصب لايت جدا لانه ما قدرش ينقذه، وبيعرف ان ميا هي اللي قطعت الورقه واخدتها. فبيروح لها وبيسالها ليه عملت كده، فبتقول له عملتي دي انقذتك زي ما انقذتك قبل كده من المحققين اللي كانوا بيراقبوك. وهنا بنعرف ان ميا هي اللي كتبت اسماء ال12 محقق اللي انتحروا وقدرت انها تسيطر على واحد منهم وهو اللي قال لها على باقي اسماء المحققين. وبتقول له كمان لو انت خايف من المذكرة
المذكرة سيبها ومالكش دخل بيها، وهددته انها كتبت اسمه في المذكرة. وبيجري بسرعة لايت على المذكرة علشان يتأكد من كلام ميا، وبالفعل بيتأكد من كلامها ان هو حقيقي. في الوقت ده شخص بيتصل بالمحقق آل وبيقول له ان المساعد بتاعك مات، فبيغضب جدا آل وبيقرر ان هو يقتل لايت. وجيمس بيطلب من الشرطة انها تحمي ابنه. وبعدها لايت بياخد المذكرة وبيعمل بحث على الانترنت عن اسماء المجرمين الهاربين من العدالة، وبدأ يكتب اسمائهم واحد واحد. وبعدها بيهرب من المدرسة، وبعدها بيبعت لوكيشن لميا وبيطلب منها انها تستناه هناك لغاية ما قال بيشوفه بيلحقه ويقدر ان هو يقبض عليه، وبيهدد لايت بالقتل. لكن لايت قال له ان كل اللي بيحصل ده سر من اسرار التفاضل والتكامل. فقال بيستغرب جدا من كلام لايت. وبعدها بيطلع عامل، وقال بيقول للعامل ما تقلقش ده كيرا وانا قبضت عليه. لكن لحسن حظ لايت ان العامل ده بيبقى من داعمين كيرا، وبيضرب قال على دماغه ويخليه يفقد الوعي. وبعدها بيروح لايت يقابل ميا في المكان اللي اتفقوا عليه، وبياخدها لمكان معزول جوه مدينه الالعاب، وبيقول لها اننا لازم نهرب ونبطل نستخدم المذكره. لكن ميا رفضت كلامه واخذت منه المذكره. وبعدها تتفاجئ ميا بان لايت كتب اسمها في المذكره، وطريقه الموت بتبقى انها لو اخذت من لايت المذكره تموت على طول. وبيترجاها لايت انها تسيب المذكره، لكن ميا رفضت انها تسيبها. في الوقت ده بيحصل خلل في اللعبه اللي هم فيها، وميا وقعت، لكن لايت كان بيحاول يسحبها لكن بدون فايده، وبتقع ميا ومعاها الكتاب، وللاسف بتموت ميا. وبعدها بيقع لايت لكن بيقع في الميه ومش بتحصل له اي حاجه، وده لان الورقه اللي مكتوب فيها اسمه وقعت في النار واتحرقت. وبعدها بيدخل لايت في غيبوبه، وبيتم التحقيق مع آل علشان الجرائم ما وقفتش، والتحقيق بتاعه طلع غلط لان لو لايت هو كيرا كانت الجرائم وقفت لما لايت دخل في غيبوبه، لكن الجرائم فضلت مستمره، وتم استبعاد المحقق آل من التحقيق في القضيه. وبعدها بيروح شخص لايت وهو في المستشفى وبيحط له المذكره جنبه وبيمشي. وبعدها بياخدها لايت ويحطها تحت دماغه. في الوقت ده بيجي له ابوه بيقول له انا ما كنتش متوقع انك كيرا، وبيساله انت ازاي قدرت تخلي الجرائم مستمره وانت في الغيبوبه. فقال له لايت وانا في المدرسه بحثت عن اسماء مجرمين كتير، وكتبت لكل واحد فيهم طريقه موت معينه، وكتبت كمان ان الدكتور اللي هينقذني من الغرق يدخلني في غيبوبه، وكمان كتبت ان شخص يدور على المذكره لغايه ما يلاقيها ويجيبها للمستشفى. وعرف ابوه ان ميا ماتت لانه كتب في المذكره انها تموت لو اخذت منه المذكره، وهي اخذتها ورفضت ترجعها تاني. في الوقت ده المحقق قال كان قاعد يفكر في كلام لايت لما قال له السر في التفاضل والتكامل، لكنه بيعرف ان لايت ما كانش بيدرس الماده دي وان صديقته ميا هي اللي كانت بتدرسها. فبيقرر ان هو يروح لبيت ميا وبيشوف الورقه اللي مكتوب فيها اسماء ال12 محقق اللي انتحروا، وعرف المحقق قال ان الورقه دي واحده من صفحات المذكره. وبعدها قال بيكتب اسم لايت في الورقه علشان يقتله وينتقم منه، وبالفعل بيموت لايت هو كمان بعد ما اسمه اتكتب في مذكره المود. السؤال ليك عزيزي الالفا، لو معاك المذكره دي هتقدر انك تكتب اسم حد فيها؟ يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. ولغايه هنا بيكون خلص فيلمنا، واشوفكم على فيلم جديد. عزيزي الالفا، لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي جايه.